الله أكبر. خلص طيران نيل قرب المشفى الوطني ما بين طريق السد وحي السحاري. ونعتذر عن التصوير بسبب تواجد قناص في نهاية هذا الشارع يستهدف المارة. 26/4/2012 خسف طيران الميج على هاي طريق السد وخروج من المشفى الوطني. هاي يا عمد الدخان الصائد. بس حسبنا الله ونعم الوكيل. خرب قصف بخرب من المشفى الوطني 26/4/2012 تصادم الدخان. الله أكبر.